ابراهيم حسن اكد ان التعاقد مع عبد الله ليس له علاقه بالتجديد لاحمد غانم سلطان، ده اكيد، ده حاجه وده حاجه. الخبر الثاني الحقيقه اللي يعني لو تم تبقى حاجه كويسه قوي، انه الجهاز الفني للزمالك بيدرس مفاوضه هشام بوشروان المغربي، طبعا لعيب مهم جدا جدا جدا، لو حصل هو طبعا بيلعب في اتحاد جده السعودي، معرفش طبعا قيمته الماليه قد ايه، لكن لو حصل هشام بوشروان لاعب في منتهى القوه ولاعب يجيد العاب الهواء بطلاقه شديده للغايه. لو بالفعل حصل الزمالك على خدمات هذا اللاعب تبقى حاجه الحقيقه، لكن مؤكد ان سعره فلكي، او اتصور هذا والله اعلم. معايا عمرو زكي، مساء الانوار يا عمرو. مساء الانوار يا كابتن مصر. ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة يا عمور. ربنا يخليك يا كابتن، والله وحشني الكرسي اللي جنبك والله. اللي في الصالون، اللي في الصالون. أيوة، يا صديقي. ايوه، في اي حته. انا مع حضرتك يعني. طيب يا حبيبي، طمني الاول، عملت ايه في انجلترا؟ لا انا بخصوص انجلترا الحمد لله كل حاجه ماشيه كويس، وانت عارف ان الامور كانت يعني الجانب الاكثر هي كان من ناحيتي انا، لان انا يعني صاحب الشان اكثر من دخول نادي الزمالك في القصه. نعم. لان انت عارف انا رحت النادي وقعدت مع مجلس الاداره مع الاستاذ رؤوف جاسر، وقعدت مع كابتن حازم امام وطلع عمرو الجناني، وقعدت مع كابتن ابراهيم حسن، وقعدت مع كابتن حسام حسن، واتناقشنا في كل الامور بصراحه. الحته اللي انا كنت ما كنتش حاسسها في اول يومين ثلاثه اول ما جيت اتوضحت لي، وقعدت مع الناس رحبوا بيا ترحيب كبير جدا، ولقيت حفاوه يعني بجد يعني انبسطت بيها جدا، ولقيت الناس شاريني بشكل كبير جدا. طبعا يا عم. الحمد لله والشكر لله. قعدت معاهم، فقال لي عمرو طب الموضوع ممكن يخلص ازاي؟ قلت لهم الموضوع عباره عن يخلص ان المفروض البطاقه الدوليه بتاعت النادي ياخدها 30/6 مع نهايه عقدي، انا المفروض ليا شهرين في مستحقاتي بمبلغ يعني ممكن معدي المليون جنيه، اللي هو شهر 5 وشهر 6. اذا انا اتكلمت مع نادر شوقي وكلمنا النادي رسمي نحاول نخلص الموضوع حتى بعيد عن نادي الزمالك، ان انا اتنازل عن مستحقاتي، الناس ترد عليا طب انت ليك اي طلبات يعني زي تعويض زي ايه؟ قلت لهم انا مش عاوز اي حاجه من نادي الزمالك، انا عاوز ارد لنادي الزمالك. انا لعبت معاهم الدور الاول، لعبت شهر 5 ماتشات لان كنت مصاب، في نفس الوقت اخذت 75% من عقدي، لكن دلوقتي انا جاي عايز العب كوره بس، وعايز احقق حاجه مع النادي، ان دوت في الاول في الاخر دوت بيتي ودوت النادي بتاعي اللي هو عمل اسم كبير لعمرو زكي. تمام. وان انا عايز اي صوره كانت اتقالت او اي كلام تردد من بعض الناس او بعض المواقع أو بعض الصحف، ان انا قلت اكتر من مره كابتن حسام دوت فعلا اخ كبير ليا، وانا اكتر واحد كنت اتمنى ان هو يمسك نادي الزمالك. الشيء الثاني ان هو مثل اعلى في الكوره، سواء هو وكابتن ابراهيم حسن اخ كبير ليا، فانا يعني في منتهى السعاده ان انا ان شاء الله هيبقى لي الفرصه ان انا اشتغل معاهم واعمل حاجه لجمهور نادي الزمالك واداره نادي الزمالك مع مجموعه اللعيبه اللي اتحطت فيها الروح اللي هي بتاعت الكابتن حسام حسن خلال الفتره الجايه. الشيء الثاني خصوص الموضوع الاجراءات، الموضوع يعتبر خلص بشكل رسمي او بنسبه 90% منه. كويس. نادر شوقي اتكلم مع الناس واستشرح لهم الموقف، والحمد لله والشكر لله الموضوع يعني كورق خلص بشكل كبير. طب البطاقه تيجي امتى يا عم؟ البطاقه باذن الله كابتن هتيجي، المفروض يعني ان ان ان, إن انا في عقود مضيت عليها ورئيس النادي هناك مضى عليها، ونادر طبعا كايجنت بتاعي مضى عليها. العقود دي اللي هي الصور اتمضى عليها وراحت لهم، لكن الاصل ان نادر كان في المانيا مع ناد، الاصل اتبعت النهارده، بكره همضي على العقود دي وهتتبعت لهم هناك، ويوم الاثنين المفروض ان الموضوع يعني نادي الزمالك له الحق ان هو يطلب البطاقه الدوليه بتاعتي ان شاء الله يوم الاثنين يطلب البطاقه، بما يعني ان انت ماتش المصري خلاص انت براه، يبقى اعتبارا من المباراه اللي بعديها انت جاهز للمشاركه مع الزمالك. هو كابتن، بس انا عايز اوضح حاجه ان يعني تقريبا انا مش عارف كتب على موقع ايه او كده، انا قريت الكلام دوت ان انا في قائمه 22 لعيب، لا هو حقيقه الامر ممكن اللي كتب ما فهمش الموقف كويس. تمام. انا راجل بقالي يومين، بقالي حوالي يعني ست ايام بتمرن مع النادي، لكن امبارح والنهارده اتمرنت مع الفريق مع كابتن حسام تمرين جماعي والتكتيك بتاع المباراه المصري، وان هو ممكن فهم غلط، لان انا كنت بخلص التمرين بتاعي بطلع على المعسكر، عارف اني بتمرن في ملعب دريم وفي نفس الوقت الاوتيل جنب الملعب على طول، فانا بخلص بروح اقعد مع اللعيبه في الاوض، بقعد معاهم في الريسبشن فاهم، بقعد حوالي ساعتين ولا حاجه، فممكن يكون اعتقد ان انا لا، ما انا قلت ان انت، انا قلت ان انت مش موجود في القائمه. هو اولا حاجتين، حتى البطوله ما كانتش جت، ما كانش ينفع ان انا العب، لان انا لسه مش جاهز اللي هو 100% ان انا اخوض مباراه، لاني انا لسه مش واقف على رجلي من ناحيه الكوره، مش من الناحيه البدنيه. نعم. ناحيه الكوره، وانا شغال دلوقتي مع
مع الفريق، بخلص التمرين الجماعي مع فريق. بصراحه كابتن حسام عمل لي برنامج كويس جدا، بشتغل شويه مع كابتن عمرو تراوي شويه بدني، وفي نفس الوقت بعد التمرين ما بيخلص كابتن طارق وكابتن حسام وكابتن حليم بيعمل لي شغل فردي على الجون، منه بدني ومنه حسيه التهديف. هايل. انا مبسوط جدا جدا بالاهتمام طبعا من طبعا يا عمرو، انت مهاجم كبير يا عمرو. الحمد لله شكرا لله كابتن، ربنا يخليك، ويعني ان شاء الله. طيب قول لي بقى انت دلوقتي في مباراه بترول الاسود باذن الله، بترول الاسود اللي بعديها، وهتشارك بالتالي في الكاس ده اكيد باذن الله، وانا مع الفريق باذن الله سندهم باذن الله، يعني مكسب مكسب. انا هروح مباراه المصري ان انا اتفرج مع الفريق واكون جنب الفريق ان شاء الله. ان شاء الله. انت عقدك مستمر مع الزمالك كام سنه يا عمرو؟ انا ل 2012 يا كابتن ان شاء الله. ل 2012 بس انا عايز اقعد معاهم بقى اجدد بقى 5 سنين كمان ولا حاجه كده. طب يلا على البركه. على البركه يا عمرو، والروح جميله اللي انت بادئ بيها، اتمنى لك كل توفيق يا عمرو. ربنا يخليك كابتن، شكرا. اشكرك حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا، شكر جدا جدا. شيء يعني بيسعدنا جدا لما اللاعب يبقى راجع بروح حلوه، لازم نشجعه، لازم نشجعه. ابراهيم حسن المنسق العام لنادي الزمالك قال هسافر مع فريق المدينه بورسعيد عشان احضر مباراه المصري، وانه هيلجا الى تحرير محضر بقسم الشرطه اذا تم منعي من دخول ملعب المباراه. لا تعليق. المصري يطلب رسميا استعاره احمد المرغني من الزمالك. احمد المرغني كان جاله اعاره من القادسيه، جاله اعاره من الوحده السعودي، طبعا اثنين سعودي، وايضا النادي المصري طالبه رسميا اعاره، وقطعا هيدرس نادي الزمالك هذا الامر. اذا كان هذا المكان فيه وفره عدديه من اللاعبين ربما ياخد فرصته زي اي لاعب. بمناسبه حكايه الاعاره والكلام، ولاعيبه بترول الاسود احتفلوا بمحمد عبد الله بمناسبه توقيعه لنادي الزمالك اكيد مره ثانيه.